بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من سنن الله عز وجل الكونية إيجاد الحق والباطل، والباطل وإن انتفشت دولته وذاع صيته فإن الحق له الغلبة وله العاقبة. قال ربنا عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فنسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يمكن لهم في الأرض، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.